شرف مدير متابعة تموين السوق بوزارة التجارة أحمد مقراني بتسجيل أسعار 4 محاصيل فلاحية واسعة الاستهلاك زيادة لمست 35% خلال الأسبوع الأخير الذي سبق عيد الأضحى. مقراني توعد التجار المتحايلين بعقوبات صارمة في حالة ثبوت تورطهم في المضاربة والتخزين غير الشرعي للمحاصيل. تقرير في السياق للزميلة سمية غنم. أسبوع من الالتهاب غير المسبوق لأسعار الخضر والفواكه ينتهي بخروج مسؤولي وزارة التجارة عن صمتهم بتصريح صادم للجزائريين. أسعار 4 محاصيل فلاحية واسعة الاستهلاك سجلت زيادة لمست 40%. لاحظنا هناك أربع منتوجات تقريبا، لاحظنا هناك زيادة محسوسة، وهي طماطم طازجة، لا طماط فريش، كاين لاكورجات القرعة، وكاين السلطة كما نقولوا سلطة، وكاين الجزر لاكاروت. هذو ملاحظنا وين هناك يعني زيادات ما بين 15-20 حتى 35% بالمقارنة مع يوم الأربعاء. ترسم الالتهاب السوقي لأسعار الخضر بررته الوصاية صاحبة اليد والشأن في مراقبة الأسواق بالارتفاع بزيادة الطلب دون أن تستبعد ضرب بيد من حديد لمواجهة أي ممارسات للمضاربة في حالة ثبوتها. هناك طلب كبير خاصة على بعض المواد، على ذيك يكثر الطلب والوفرة تكون ما يكونش هناك توازن. أما بالنسبة لعملية المضاربة، وزارة التجارة راهي قامت خلال هذه الزيادات الأخيرة التي لوحظت في السوق خاصة في مادة البطاطا، وين تم تشكيل خلايا متابعة دائمة لهذا الموضوع، وتم اتخاذ الإجراءات في حالة ثبوت يعني عمليات يقوم بها بعض التجار، يعني على كل حال ماهوش كل التجار، وين تكون هناك مضاربة سبيكيلاسيون مصالح الرقابة تضرب بيد من حديد. يعني لما تكون هناك مضاربة في بعض المنتجات تتدخل مصالح. ولمواجهة التهاب جديد للأسعار خلال أيام العيد، مصالح السعيد جلاب قررت تجنيد أكثر من 33,000 تاجر للخضر والفواكه لضمان المداومة التجارية بزيادة بحدود النصف بالمقارنة مع السنة الماضية. في السنة الحالية في الموسم هذا عيد الأضحى المبارك راه يقارب 51,000 تقريبا، 51,000 إلى ماهوش أكثر شوية، لخاطرش في الأيام الأخيرة زادت مديرية التجارة لولاية الجزائر وكذا البليدة زادوا في عدد التجار، يعني يتجاوز نقول لك يتجاوز 51,000 تاجر، يعني بزيادة بنسبة 47%. بعد الالتهاب في السوق جاء الاعتراف الرسمي بالأرقام والتفصيل في انتظار تأكيد التحرك ومواجهة المضاربة التي تحرق كل مرة جيب المواطن دون متابعة أو محاسبة.